بما أن يا عيال في السفر أسألكم سؤال وبشوف يعني وش وجهة نظر كل واحد منكم. مزبوط؟ مزبوط. وش بكم تنعسون أنتم؟ روحتنا ابن حامد. لا بس روحتنا. لا ما في إلا كل خير إن شاء الله. الخوف إنك تسأل عن شيء خاص ولا شيء. لا لا ما في أشياء خاصة. دقيقة يا أبو حسن. السؤال يصير تغازي على دراهم ولا بس؟ فندر دب. يعني هو شف ها كذا وكذا. كذا ما فيك كذا اسمع هو اما جاء فلوس ولا جابك جات من الاعلانات ولا راحت مزارك طيب على قولتك وانت غانم مدهون شارك سارك من بدري شارك هذا شغلنا في بدر الله يرحم الوالدين شارك طيب بدر احس انه تعبان الليله وما فاضي بس المهم ما يحتاج شير اي ما يحتاج تحتاج شير بدر احتاج مقابلك ابو حشر على هذه الشير الحين ينزل لك سؤال كالآتي يا جماعه خير اذا انت بتسافر والخيار قدامك انك تاخذ واحد من شخصين الاول منهم غبي والثاني بخيل تاخذ اي واحد منهم عشان تسافر معه لا والله اخذ البخيل ليش عشان اصرف عليه تكسب اجر يعني والله فكره صح حلو طيب وانت يا ابو ناصر والله اخذ الغبي ها سعوده الغبي ليش عشان لو ابغى لو اروح المطعم يدفع ها سعوده الغبي ليش عشان لو ابغى لو اروح المطعم يدفع انت والله الذكي ما شاء الله تبارك الرحمن تفضل يا بدر ها والله انا باخذ البخيل ليش البخيل ابستان سنه في السفريه تلقى ذكي ونيس وفلوس انا ادفع تصرف عليه تصرف على ابوها اللي جاء ابوها اللي جاء يا بدر في البيت اصرف عليه سبب مقنع انت يا غانم لحظة كيف سبب مقنع؟ طيب يمكن بدر لا زال دباب، من وين يصرف على الرجال؟ حتى لو ما هو دباب بدر ابخل من الخيل هذا اللي بيروح معك دباب معك ينافس الراجحي ما عليه يا صديقي انا طلعت اني لا اصور لك الحين واحط لك شيء ضب ثواني بس ثواني اوريك خلص خلص طيب انت يا غانم لا والله اخوي الخيل مكروه ماني باخذه اخذه ضبي واتحمله حلو الخبر الخيل مكروه مره الخيل مكروه اني اكره حتى هلها اروح اشتغلها حتى الله كره تفضل ابو بنت الديره لازم اخذ واحده منهم نعم يا البخيل كلنا يا الغبي انا بقضبهم من المشارح الاثنين ما هي ممنوع واحد لازم تاخذ ابو اخذ الغبي سند واحد ربع الكيف إيه. علشان يعني تتحكم فيها اتحكم فيه ويجي على الشيء اللي طيب يمكن يبلشك ويجيب لك مصيبه هو غبي على اسمه كيف يبلش ما هم بليش لا بليشك بيجيب لك موقف ولا شيء لا يدخلك السجن لا لا انا بكمنه اعلم انا جدي يمشي من هنا ويجي من شيء انه يمشي على هواك يعني رجي من قدام يعرف انجليزي على حين اي صح صار تطور يعرف انجليزي طيب انت يا ابو شوق انا والله باخذ البخيل ليش؟ والله لا خليه يدفع رجل على رقبته ولا لا تركب الدوله اللي وديت اياها وارجع شباب ارغب يا راح اجي ادفع السفر حلوه يا ابو شوق تقدر اصبر على الشخص اللي عيبه مو واضح الغبي بيجيب لك طعه اليوم وبكره وبعد بكره بس البخيل عيبه واضح لا جت للدراهم عند الدفع ما يدفع انا ادفع 60 واحد مثله ما في مشكله بس ان الرجال كويس في باقي تفاصيل حياته والسفريه اي هو ما عنده عذر غير انه ما يدفع بس دائما في حياتك كلها الشخص اللي عيبه واضح في شخصيته احسن من الشخص اللي مو واضح اللي كل يوم طالع لك بعيب هلي ما تدري عنها هذا مثل مسدس هلي مالها مانا مثل ابو محاله يمكن يثور في اي لحظه مثل الرجالي اها شفت انت والله كلهم يتلفتون فيه والله ما يدرون من هو الرجال ما بلجلسه ما بلجلسه يا شيخ عندي جواب يا اخوي الاخرى تجاوب لا تدخل فرحه قلها طيب ما خلت نكمل شراره شكش خياره قل ابو شوق مرادف كلمه قليل في اللغه العربيه قليل يعطيك العافية تفضل يا أبو ناصر بخيس 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 لا لا غلط غلط يعني معنى قليل قصدك بخس بخس أو بخيس لا لا بخيس غلط ما في فلوس ما في يا عيال نحسبها فرق لا 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 بخيس
يا عيال مقرن يستاهل امير الرحله. انا حيت الخال وماسكنا اشغال في تبوك احسبها لابو نار. لحظه نشوف ابو ساره. لا لا ولا احلى ولا ما نسمح له. لا لا الرازق بس ما يا رازق يا ابو يا ابو ناس يستاهل. انت جاي من تبوك نسمح له. يعني عشان 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 ولد ربيع وابكي عند اخوك وعند سعيد. اسمح يا ولد عاني يقول عند اخوك تظل كل شيء في اللي شار وشارين ثلاثة. يا غازي جزي المغاري تلاها ببطن حمر ما خلوا ولا بق. السحت كل لعب سابقة ياخذها السحت والبحث. طيب 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 ابو ناصر نحول لك صفر مكعب.